بنفس القدر ناس في الداخليه عملوا حاجه الحقيقه يعني اشكروا عليها جدا، لانه من كذا يوم طلع واحد في قنا يروج للمخدرات على الفيسبوك، قاعد كده بالسلاح والمخدرات حواليه وقاعد بيروج للمخدرات. الفيديو كان فظيع جدا، يعني خلونا كده نشوف الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشعب مصر بخير، وكل سنة وانتم طيبين، والعيد الدا ان شاء الله نتوزوكم. وعندي كلمة عاوز اقولها لكم، الكورونا اول هام دا انتم عارفينهاش التصرف بتاعها ازاي. لو اذا قلت لك برشامي تمول المناعة عندك تشد، اسوى صدارة افيون، اسوى صباح حشيش، اسوى نصته من بند وتاخده تلف كده، مفيش كورونا تديلك تمام. ليه؟ لما يكون مكيفات المخدرات اكتر ما فيش هي. بس يعني احنا مش عاوزين نظلموك، يعني ما تشدش اكتر من الكميه اللي ببالك حق يكون اما تبيع. تعال اشتري بيع، اما ما تاخد بنفسك كيفك، خد لك حضر ضيق. ده وصلت مراحل اكتر من ملايين يا ابو، اي نعمله تاني للمرار دي؟ تمام، وخد عندك رقم التلفون عشان يترن علي بدل ما انت ما تاخدش بالك. خد عندك 010. فالاخ ده طلع يعني اسطوره بقى مخدرات، خط صعيد يعني، وطلع يقول لك انه فعلا الدراما والمسلسلات والافلام بتلعب بدماغ ناس هم بيبقوا مش مستقرين نفسيا يعني. فهو طالع انه خلاص يحلم بقى انه على نفسه ايه، انه الامبراطور مثلا كده في فيلم احمد زكي يعني، السلاح جنبه وبيروج ليه المخدرات. قطاع الامن العام في وزاره الداخليه قدروا الحقيقه ان هم يحددوا المكان اللي هو كان بيتكلم منه، وطلعت قوة وتم مداهمة الوكر اللي هو موجود فيه. طبعا هو في قنا يعني، من قنا تم مهاجمة الوكر ده، وأول ما تم مهاجمته طبعا تبادل إطلاق النار مع القوة فأردوه قتيلا. كان معاه أخ عنده 17 سنة عاطل. فتلاقي ايه بقى، انه الاخ ده اللي هو جن المخدرات ده عليه 25 جناية ما بين سرقة بالإكراه وسرقة سلاح، اللي هو يعني ايه عتيد في الإجرام، وعليه احكام تصل الى حوالي 69 سنة سجن. يعني هو ايه ما شاء الله ضايع يعني. فطلع بهذا المشهد اللي هو يقول لك الإشارة ايه، الناس بس يا جماعة تاخد بالها، يعني لا احد يعتقد انه فوق الدولة ولا فوق القانون ولا ان البلطجة ممكن تحميه. يعني ما اعتقدش ان هو ايه السلاح اللي هو قاعد بيه ده وانه الراجل في وكر فمحمي، لا، في دولة، ودولة قوية، ودولة مؤسساتها اصبحت راسخة، فمش من السهل على اي حد يطلع كده يقول اي حاجة ويفلت باللي هو عمله.